صباح الخير مشاهدينا ومشاهدي النايل لايف، شبكة ان تي ان وبرنامج نهارك سعيد. كل يوم بيمر دلوقتي في احداث كتيرة جدا ساخنة ومتلاحقة. امبارح كان في مليونية جديدة في ميدان التحرير للمطالبة بحق الشهيد، وكمان كان في مليونية في العباسية للمطالبة للمؤيدين للمجلس العسكري. طبعا حق التعبير مكفول لكل المواطنين، المهم مصلحة البلد. صباح الخير يا سارة، صباح الخير يا فادي. صباح الخير يا فادي، وصباح صباح الخير الخير ايمان، صباح الخير سارة. على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده. اهلا بيكم، وان شاء الله حلقه تكون موفقه، وان شاء الله تكونوا موجودين معانا لمده ساعتين مباشره على الهواء لحد الساعه 11. هيكون معانا فقرات كتير جدا النهارده، هنقول لكم ايه هي، لكن في الاول صباح الخير يا فادي. صباح الخير يا سارة، صباح الخير يا ايمان، صباح الخير مشاهدينا. حلقه 3 ديسمبر 2011، ويمكن امبارح اعلنت نتائج انتخابات المرحله الاولى، وهو السؤال بس والتعليق عليها. المستشار عبد المعز ابراهيم اعترف باخطاء كثيره، هل هنتلافى الاخطاء دي في انتخابات الاعاده اللي هتحصل يوم الاثنين، وهل هنتلافاها في المرحله الثانيه والثالثه؟ ده يمكن يكون اهم سؤال بيطرح نفسه، لانه الاخطاء الجسيمه كترت قوي قوي قوي. ويمكن في بس خبر مهم قوي احب اقوله على الريق كده، انه واشنطن بوست وجامعه هارفارد كرموا دكتور احمد زويل لاختياره احد اعظم 7 قيادات في امريكا. تحيا مصر. مظبوط كده، هيكون معانا النهارده فقره الصحافه عشان نعرف اخر الاخبار واهم المنشطات في الجرائد. هيكون معاكم في الفقره دي فادي، هيكون معانا كمان الاستاذ نبيل شرف الدين، هو الكاتب الصحفي ورئيس شبكه الازمه الاخباريه. هنتابع معاه الانتخابات طبعا في مرحلتها الاولى. وكمان هيكون معانا فقره عين فوتوغرافيا، هيكون معانا فيها المصور الصحفي مجدي ابراهيم نائب رئيس قسم التصوير بجريده الشروق، وهنشوف معاه اهم الصور اللي صورها يعني في الاحداث اللي كانت في ميدان التحرير وفي الايام اللي فاتت في الانتخابات. معانا ايه تاني يا فادي؟ وهيكون معانا كمان فقره خاصه عن فيلم عن الثوره للمخرجه جيهان الاعصر، لكن خلونا نبتدي فقراتنا بعد الفاصل بالصحافه مع استاذ محمد سعد عبد الحفيظ رئيس القسم السياسي بجريده الشروق. تابعوا. انت